قبل ما ننتقل للكمبيوتر ونحكي الامور شوي معقده، خلينا نبسط الامور. تمام، نحن بالعاده بيكون عندنا طلعنا عملنا قمه البول ماركت ونزلنا منه وبلشنا نعمل شو البير ماركت، وصلنا للقاع. تمام، قاع البير ماركت. هلا من قاع البير ماركت بالعاده نطلع وبنعمل رينج. المرحله اللي بعدها نحن نخترق هذا الرينج ونبلش شو نطلع ل نعوض. هلا هاي الاول تايم هاي، اها، يا اما مثل هيدي البول ماركت اللي صار نحن وصلنا لها مباشره، ببول ماركت ثانيين بيختلف الوضع، نطلع لهون بنكفي نزول قبل، ناخذ وقتنا وبعدين نرجع نطلع بعد ما يصير شو الهالفي. تمام، فكونه هي المعكرونة هلا. لذلك عندنا فعليا اربع مناطق للاستثمار. اول وحده هي تماما بالقاع، لحظه وصول للقاع، فرح نعتبرها هي اول منطقه. ثاني منطقه هي منطقه الرينج اللي تشكل، فرح نعتبرها هي المنطقه الثانيه. ثالثه هي لما ببلش يطلع من الرينج وبيوصل الاول تايم هاي له، والمنطقه الرابعه اللي هي بعد ما يخترق الاول تايم. هذول اربع مناطق اللي فيكم تستثمروا فيهم نوعا ما باريحيه. فاذا المنطقه الاولى نحن نعتبرها هي القاع، بعدين عندنا منطقه الرينج او رينج البير ماركت، يعني هي المنطقه الاولى، المنطقه الثانيه، المنطقة الثالثة هي رح نعتبرها منطقة التعويض. والمنطقة الرابعة اللي هي منطقة الأرباح. تمام؟ إذا هدول أربع مناطق كل واحدة بتختلف عن الثانية، وكل واحدة إذا أنت اشتريت عملات معينة من نوع معين لتحقق أرباح أكثر بكثير من لو بقيت على نفس العملات بكل المناطق. تمام؟ خلينا نروح على الكمبيوتر وفرجيكم شو احسن شيء تعملوه وكل الانواع وشو المقارنه بيناتهم. نكفي هذا الفيديو، رح يكون اهم فيديو على الاطلاق تحضروا كرمال بول ماركت، ومو بس هيدي البول ماركت، كل بول ماركت، بالعكس رح يفيدك اكثر بالبول ماركت الجاي، بس كثير مهم لهيدي البول ماركت. لذلك هو طريقه لكيف تعمل اكثر مضاعفات ممكنه خلال اي بول ماركت. اعطيكم خبرتي اللي هي صارت فوق الست سنين من 2017. فعليا صرنا هلا مع البول ماركت الحاليه 3 بول ماركت، لانه بغض النظر عن الطريقه التقليديه اللي انه اشتري بيتكوين او اشتري عملات ورح ترتفع وتعمل لك مضاعفه بالبول ماركت، في معلومات، في طرق كتير تعمل لك مضاعفات اكثر بكتير من اذا كان معك بيتكوين بس او عملات معروفه. طيب اذا هي البير ماركت الماضيه كيف تحولها من قاع البير ماركت الى قمه البول ماركت. تمام، هذا هو كان الخط الاول تايم هاي السابق 19600، هون لحظه اختراقه. تمام، فاذا عندنا اوطى لو وصلنا له 3500 تقريبا 3200، تمام 3200 هذا هو اللو. اوكي، فاذا هو قاع البير ماركت، يعني احنا اذا نجي لهون قاع البير ماركت كان هون. تمام، هذا القاع الاول، وبعدين تشكل عندنا قاع ثاني هو كان قاع الكوفيد، اللي هو هذا قاع الكوفيد. تمام، 4000. بعدين عندنا رينج البير ماركت. رينج البير ماركت عندنا رينج اول اللي هو هذا. تمام، هذا اول رينج، وبعدها صار في عندنا رينج ثاني اللي هو فعليا بلش من بعد ما طلعنا لهون. تمام، تشكل عندنا رينج ثاني واستمر كل هاي الفترة، هذا فينا نعتبره رينج ثاني، كان رينج كبير. اوكي، فاذا هيدا فينا نعتبره هو منطقة الرينج.
هدول منطقة الرينج، رينج البير ماركت، تمام؟ طيب انزل عندنا القاع هون، عندنا الرينج هون. هلأ منطقة اللي هي سميناها منطقة التعويض، هي اللي من بعد ما نتخطى الرينج إلى وقت الوصول للأول تايم هاي السابق، تمام؟ هي فعليا هون صايرة هذه المسافة بس، تمام؟ فهي هاي المسافة، هاي اللي هي هون، هاي في نعتبرها بين الرينج وبين الأول تايم هاي، تمام؟ بعدين عندنا أخر شيء لحظة اختراق الأول تايم هاي، تمام؟ لحظة اختراق الأول تايم هاي عند هاي المنطقة. فإذا هاي هي المناطق اللي كنت تفرقوا بين كل وحدة والتاني، كيف كنت تستثمروا بكل وحدة، تمام؟ هلا حنحكي شو أحسن شيء نستثمر بكل منطقة، وقديش كان ممكن تعملنا مضاعفات لو دخلت بكل وحدة، لأنه أكيد بعد ما يخترق البيتكوين الأول تايم هاي وتخترق الألتس ما بقى له معنى يعني عملية الاستثمار من ناحية المضاعفات، تمام؟ ممكن ضل تعمل أرباح بس ما بقى تعملها مضاعفات كبيرة. هلا بشكل سريع شو أحسن شيء فيك تستثمر بكل منطقة؟ بالقيعان دائما يفضل أنك تأخذ الكبار، لأنه أنت إسا ما بتكون يعني بيكون تقريبيا متأكدين من القاع، بس من ناحية الأمان أنت بدك تبقى بالعملات اللي أكيد رح تستمر، تمام؟ وبالتالي البيتكوين والإثيريوم حكما ناخدهم بالقاع، تمام؟ إذا هدول بينشروا بمنطقة القيعان، لما تبلش تعمل رينج البير ماركت فيك تضل تجمع بيتكوين إثيريوم إذا بدك، طبعا هي حسب كيف البورتفوليو اللي هتعمله، بس كتير كويس إنك بلش تشتري العملات الكبيرة اللي كانت بالبول ماركت الماضية اللي هي عملات مشهورة، تمام؟ فإذا العملات الكبيرة هي منطقة تجميعها هون، ممكن كمان هي تشتريها بالقاع مع البيتكوين والإثيريوم، وهذا بالعادة كمان بجيب مضاعفات حلوة. لما منبلش نقرب على الهالفين ومنكون الساتنا بالرينج هون، حسب كيف سلوكها، هلا رح فرجيكم على البول ماركت الحالية كمان، بس حسب كيف سلوك السوق، إذا كان الساتو برينج البير ماركت ونحن وعم نوصل للهالفين، فهذا وقت تجميع العملات المتوسطة جديدة، جديدة يعني اللي نزلت بالبير ماركت واللي عم تنزل هلأ، فهي تنطق تجميعها هون قبل الهالفين، قبل الهالفين وبالرينج، برينج البير ماركت، تمام؟ بعد اختراق رينج البير ماركت ولحظة الصعود للأول تايم هاي، أحسن شيء بهذا الوقت إنك تأخذ الاكتتابات الجديدة الـ ICO. هي صار بهاي المنطقة، تمام؟ إذا الاكتتابات الجديدة بهاي المنطقة هي أحسن شيء الـ ICO. أعطيكم فكرة كمان عنها قديش بتعمل مضاعفة. عند اختراق البيتكوين الأول تايم هاي أحسن شيء تأخذ العملات الصغيرة، يعني نسميها مايكرو كاب، ميني كاب إلى آخره. عند الاختراق أحسن شيء تتأخذ هي العملات الصغيرة، تمام؟ وبعدين بقى ببلش كل عمليات البيع بنهاية البول ماركت. إذا هي بشكل مختصر كل مرحلة شو أحسن شيء تأخذ فيها لتعمل أكبر مضاعفات ممكنة بالبول ماركت. هلأي حاليا شكل البول ماركت الحالية من اللول عملناه، تمام، إلى الأول تايم هاي السابق اللي احنا هلا وصلنا له، تمام، اللي هو فعليا بشكل هون المنطقة من اللو هذا إلى وصول لهذا الخط، تمام؟ يعني هذا الخط هو محل ما نحن هلا. فأفضل شيء كان يعني قاع البير ماركت هون، تمام، رينج البير ماركت كان هون، تمام، وبالتالي طبعا أكيد أحسن شيء كان أنك تأخذ أول شيء بالقاع بيتكوين إثيريوم، بالرينج كان أحسن شيء من هذا الرينج، رينج البير ماركت كان أحسن شيء تأخذ العملات الكبيرة القديمة، تمام. بعد هاي الطلعة كلها
تحديد المنطقة 5 كانت هي عملية التعويض، تمام، اللي هو احنا فينا نسميه كله كان بين رينج البير ماركت والأولد أمها. تخيل هلا عملنا هون رينج تاني كبير، بس لسه بوقتها ما كان واضح إذا كنا لح نرجع نعمل لو جديد ولا لا. ففعليا كان فرصة هي هون، لأن كانوا عبارة عن شهرين كان رينج البير ماركت، تمام. هيدي البير ماركت ما عطت أكثر من شهرين ونص. فبكل هيدي المرحلة كان أحسن شيء تشتروا العملات متوسطة جديدة. بكل هيدي المرحلة، تمام، عملات متوسطة جديدة عملت مضاعفات بتجنن بهالمرحلة. آخر مرحلة هي فعليا بعد ما طلعنا من هون تصحيح المنطقة 5 للأول تايم هاي اللي هو هلأ حاليا، كان أحسن شيء تاخذوا الاكتتابات، ما زال أحسن شيء تاخذوا الاكتتابات، يعني هلأ حاليا إسه أحسن شيء ناخذ الاكتتابات موجود. بالإضافة إن إحنا هلأ عند منطقة الاختراق، تمام، إحنا هلأ عند منطقة اختراق الأول تايم هاي. إحنا وصلنا عند الأول تايم هاي، اخترقنا بزيل وما أغلقنا الأسبوع فوقه، فنحن عند منطقة الاختراق. لو صححنا أكثر اللي هي قبل منطقة الاختراق، تمام، هذا الوقت اللي يتاخد فيه شو العملات الصغيرة المايكرو، تمام، هذا الوقت يتاخد فيه المايكرو والاكتتابات الجديدة، هذا أحسن وقت، تمام. هلأ ما يعني إنه العملات القديمة والمتوسطة الجديدة ما بتعمل شغل منيح، رح تعمل شغل منيح، بس هيدي رح تعمل أكثر. هيدي الفكرة، احنا هدفنا هذا الفيديو إنه شو اللي حيعمل أكثر من الثاني، تمام، شو اللي حيربح أكثر من الثاني مضاعفات. طيب هلا بعد ما عرفنا وين أماكن الدخول وشو أحسن شيء ندخل بهيدي الأماكن، كيف أحسن تقسيم للبورتفوليو بحيث تحمي نفسك، تكون دارس الريسك بنفس الوقت تجيب أكبر عائد. هذا الشيء شايفينه هون هو تقسيمتي أنا للبورتفوليو لإلي، واللي هي برأيي هي أفضل تقسيم للبورتفوليو بهيدي البول ماركت. رح تلاحظوا أنه أول شيء عندنا العملات الكبيرة، تمام، هون رح نحكي قديش توزيع رأس المال بكل فئة بكل مجموعة من دول العملات. فالعملات الكبيرة مفروض يكون بين 20-40% من رأس مالك الكلي، تمام، ضمن هدول العملات الكبيرة، واللي هي بالعادة إذا الأرباح المتوقعة منها تعمل بين 5x-10x، تمام، خلال هيدي البول ماركت من بعد ما البيتكوين يخترق الأولتام هاي. يعني نحكي هيدا من المكان الحالي، تمام. هلا العملات المتوسطة، اوكي، هلا هون حكيكم كمان قيمة السوقية لها، شو يعني عملات كبيرة، يعني قديش كبيرة، تمام. فالكبيرة هون برأيي هي اللي أكبر من 400 مليون دولار الماركت كاب لها، تمام. العملات المتوسطة هي اللي بتكون بين 100 مليون و 300 مليون دولار، بتحط فيها بين 30%-50% من رأس ماله، تمام، وبتعمل بين 7x-20x. طبعا في منهم بيعمل أكثر، بس بتوقع أقل شيء بيعملوا 7x من المنطقة الحالية، بس في شيء بيعمل ممكن يعمل أكثر من 20، بس هيك كمجمل هذا هو الرينج اللي بيعملوه من المنطقة الحالية. بعدين نجي للعملات الصغيرة اللي حكينا عنها، اللي هي أفضل شيء استثمارها قبل ما البيتكوين، يعني لحظة اللي هو عم يخترق الأول تايم هاي بهيدي المنطقة. هي شيء يعني صغيرة، يعني لحجم الماركت كاب لها بين 1 مليون و50 مليون، تمام. هدول ما بصير تحط فيهم أكثر من 10-20% من رأس المال، تمام. هذا الرينج يعني إذا أنت بدك تقلل المخاطرة بتكبر بوزيشن بالعملات الكبيرة، يعني بتاخذ مثلا 40% من العملات الكبيرة، بعدين بتاخذ مثلا 40%-50% عملات متوسطة، بتاخذ 10% عملات صغيرة، بعدين نحكي على الميمز. بس
الفكرة بالرينج هيدا انه انت قديش بدك تكبر الريسك لإلك وقديش بدك تخفف الريسك لإلك، لانه الريسك هون مخاطرة، كل ما كانت العملة كبيرة كل ما مخاطرتها اقل، لانه هي صار لها زمان بالسوق، حجمها كبير، صعب انها تنتهي. تمام، كل ما طلعنا بهذا الهرم كل ما بتزيد المخاطرة. تمام، فإذا العملات صغيرة تحط فيها بين 10 ل 20% من رأس مالك، ولازم تعمل بين 20x لل200x على حسب كل عملة. تمام، إذا قلنا قديش الماركت كاب لها. آخر شيء عملات الميمز، عملات الميم كون اللي هن صارين ثمة هذا البول ماركت، وبالتالي أكيد في عملات ميمز رح تعمل أرقام خرافية. بس عملات الميمز هي شيء يعني أخطر شيء في الدنيا. تمام، لأنه عملة ممكن تنتهي كليا بسهولة جدا أكثر بكثير من العملات الصغيرة. تمام، وبالتالي ما بصير تحط بعملات الميمز أكثر من 1% من رأس مالك قطعا. تمام، لأنه أكثر من هيك بتكون عم تخاطر بنسبة كثير كبيرة. هاي العملات ممكن تكون تصير صفر، يعني تنتهي العملة كليا، تخسر كل شيء معها، ممكن توصل مضاعفات لحدود 500 ضعف. إذا ناقشت معك القط وحدة بتعمل لها 500 ضعف، يعني بتعمل رقم هاي. أنا بفضل إنه العملات اللي الواحد بده يدخل فيها تكون ماركت كاب لها بين $50,000 لل5 مليون دولار. تمام؟ هذا الرينج اللي بيسمح لها تعمل لسه مضاعفات، وبنفس الوقت بتكون شوي طلعت فوق مستوى المخاطرة الكثير صغير، يعني إذا 10,000 مثلا أو 20,000 دولار. تمام، بتكون كثير لسه صغيرة، كثير لسه بكير نعرف إنه هي هيك. تمام، فإذا هي التقسيمة الأفضل برأيي فيها توازن ممتاز بين نسبة المخاطرة ونسبة العائد، يعني هي اللي حتجيب لك أكبر عائد ممكن مع مخاطرة جدا مدروسة. ليش؟ لأنه إذا فشل شيء من عندك، إذا انتهوا عملات الميمز كل اللي معك تخسر 1% من رأس مالك بس. إذا العملات الصغيرة فشلت كلها فأنت بتخسر 10-20%، بس العملات الكبيرة اللي هي ما راح تفشل، يعني نسبة كبيرة ما راح تفشل، راح تجيب لك 5-10%، هي لحالة بتعوض لك كل شيء كان في عندك، عفوا 5-10x، هي لحالة بتعوض لك كل شيء خسرته فوق وزيادة. تمام، العملات المتوسطة عم نحكي بأسوأ سيناريو ممكن انك نصهم مثلا تخسر فيهم، النص الثاني اذا جاب لك بين 10 و20x فهو عوض لك دورك وجاب لك اسا ارباح اكثر. فاذا هذا بأسوأ حالة. تمام، بأحسن حالة العملات الكبيرة رح تجيب لك اذا دخلت 40% ب40% ب20%، فانت فعليا اذا العملات الكبيرة جابت 10x فانت عملت 400%، يعني 4 أضعاف رأس مالك الكلي. العملات المتوسطة رح تعمل لك إذا جابت 20x رح تعمل لك 8 أضعاف رأس مالك الكلي. تمام، والصغيرة إذا جابت 100x بس، تمام، فنحن عم نحكي ب 20 ضعف رأس مالك الكلي، فصرت كمجمل عامل فوق 30 ضعف على كل رأس مالك بس مع مخاطرة مدروسة. تمام، إذا هي برأيي التقسيمة المثالية للبورتفوليو بهيدي البول ماركت. رح أعطيكم فكرة سريعة وين بتلاقوا هدول العملات وكيف بتفلترون وكيف بتدوروا عليهم. من فترة قريبة طرحت سلة استثمارية اسمها 10x to 100x portfolio، وراعيت فيها نفس التقسيم اللي حكيت لكم اياه هون على العملات الكبيره والمتوسطه، ولقيت نجاح كتير كبير. ولهلا يعني ما صار للاسبوع ونص، يمكن اسبوعين، في عملات محققه 50%، في عملات محققه 100%، في عملات لسه ما دخلت لانه محدد اسعار تماما حتدخل، بس في كتير عملات من الموجودين كانوا بالايميل محققين ارقام كتير حلوه. لهلا لساتنا ما اخترقنا، يعني لسه ما اخترق البيتكوين، بس لانه هي الخدمه كانت مغطايه فقط العملات الكبيره والمتوسطه، لذلك هلا حضيف
خدمتين إضافيات، واحدة بتغطي العملات الصغيرة واللي هي أصعب شيء تطلعها. العملات الصغيرة هي كلها مشاريع جديدة، معظمها ناشئة، بدها دراسة كتير، خطرة كتير، بس واعدة كتير. تشوف قديش ممكن تحقق مضاعفات. فلح يكون في خدمة بورتفوليو خاصة بالعملات الصغيرة، وخدمة بورتفوليو خاصة بالميمز كمان. اللي حابب ياخذ مخاطرة ب 1% من رأس ماله فين ياخذ هاي. وبالتالي لمجرد ما رحتوا على موقع البيتكوين بالعربي، طبعا الروابط تحت الفيديو، تروحوا على هون شيء اسمه المحفظة الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية، تمام؟ رح تلاقوا هيدي الصفحة. مجرد ما هون طبعا مشروح كل شيء، عن شو الميزات، شو رح تحصل، كيف رح تحصل عليهم، شو هنن المحافظ الموجودة، تمام؟ محفظة 10x to 100x عملات كبيرة ومتوسطة، محفظة 30x to 300x هي بورتفوليو العملات الصغيرة، والميمز اللي هي 0x ل1000x، تمام؟ العملات اللي حشاركها بهذه الميمز ممكن تختفي كليا، وممكن تعمل 500x 1000x بنهاية البول ماركت، ما بنعرف، تمام؟ بس طبعا ضمن الإيميلات اللي حتوصلكم في مشروع استراتيجية كيف تاخذوا الأرباح، خاصة بالعملات الخطرة، يعني العملات الصغيرة والميمز، كيف تاخذوا الأرباح بشكل مستمر، كيف تطلعوا رأس مالكم، كيف الواحد يخفف ريسك قد ما بيقدر، تمام؟ إذا دائما لازم تكون البورتفوليو الأساسية تاعت العملات الكبيرة والمتوسطة هي البورتفوليو الأساسية تاعتك، والبقية لتاخذ ريسك عالي بس عوائد عالية جدا، مضاعفات عالية جدا، تمام؟ اللي مهتم بجرد ما نزلت لهون رح تلاقي هون الخدمات موجودة، بتروح على اشترك الآن، تدخل معلومات، في طرق دفع بالكريبتو وبالباي بال وبالفيزا كارد ماستر كارد، تمام؟ لما بيخلق هاي الصفحة لازم تضغط على الإضافة إلى السلة، تمام؟ فيك تدفع إذا بدك باي بال مباشرة، بس يفضل تعمل إضافة إلى السلة، وهون بس بتعبي معلوماتك، تمام؟ بتعبي معلوماتك وتختار طرق الدفع. في عندك كريبتو عن طريق الكوين بيمنتس او باي بال او سترايب فيزا كارد ماستر كارد، تمام؟ ثلاث طرق الدفع. اللي بصير معه اي مشكله بتحكوا مع الدعم البيتكوين بالعربي، وفي تشات بالويب سايت نفسه، وكمان في تشات على التليجرام بتلاقوا تحت هذا الفيديو. انتبهوا من النصابين المتحلي الشخصيه، كترانين بهذه الفترة، دائما خذوا اللينكات اللي تحت الفيديو، هي الأمان، تمام؟ إذا طلع لكم إنه رسائل إنه أنت مثلا your session is expired أو شيء، بتكون ما عمل دخول، ما مسجل حساب بالويب سايت، سجل حساب ببساطة. بالإضافة لخدمة متابعة، تمام؟ خدمة المتابعة الفكرة منها إن إحنا هذه البول ماركت ممكن تستمر 6 شهور، ممكن تستمر سنة ونص، ما بنعرف، تمام؟ رح نزل لكم فيديوهات توقع، بس البول ماركت العادية بتستمر أكثر من سنة، بتستمر سنة ونص، وبالتالي خلال هذه الفترة في كتير عملات رح تنزل، وهلأ في كتير عملات واعدة ومشاريع كتير مهمة رح تنزل كل شهر، كل شهر، غير الميمز اللي بتنزل كل شهر، تمام؟ فالفكرة من خدمة المتابعة هي بعد ما يكون الشخص عمل بورتفوليو أساسية له نفس التقسيم اللي حكينا عنه، كل شهر بيكون في مشاركة لشو في شيء جديد، شو في شيء واعد جديد، ببعث لكم اياه بالإيميل. بالإضافة إلى إذا كان في أماكن معينة لازم تبيعوا فيها، ببعث لكم إنه هون مثلا لازم نبيع 20% أو 30% على هاي المستويات، على هاي الأسعار إلى آخره. فهي خدمة متابعة هي تتضمن العملات الجديدة اللي بعم تنزل كل شهر، وأماكن البيع إذا كان بنص البول ماركت أو بنهاية البول ماركت، تمام؟ خدمة المتابعة هي اشتراك شهري وليست مرة واحدة، إذا الشخص مهتم بده يشترك كل شهر، بينما خدمة البورتفوليو هي فقط لمرة واحدة، وفقط تشمل أول فترة اللي هي أول شهر، تمام؟ لحتى يدخل الشخص بكل الأماكن الموجودة بكل رأس ماله، بعدين بتوقف. يعني حتى هي ممكن بعد ما هلا يخترق البيتكوين تخترق الالتس الاول تايم هاي شيله من هون، لانه ما عاد في الى داعي، بصير فقط خدمه المتابعه. فهلا الوقت مثل ما حكينا نحن هلا قبل ما يخترق البيتكوين اول تايم هاي، هذا الوقت اللي اي شخص بده يدخل ليحقق مضاعفات، هذا هو الوقت المناسب
والفرصة الأخيرة فعليا. يعني رح يكون شغلنا معظم هذا الفيديو على هذا الملف، اشتغلت عليه كل أسبوع الماضي لحتى أعملكم إياه. المناطق الأربعة اللي حكينا عنها هي اللي بتعمل لك فرق بين ايمت دخلت بأي منطقة وشو العملات اللي اشتريتها بهيدي المنطقة، هي اللي بتعمل فرق بين انك تحقق 140 ضعف او 91 ضعف او 21 ضعف او 172 ضعف او 73 ضعف او 34 ضعف او ببعض الاحيان 952 ضعف. اذا هشرح لكم هلا كل مرحلة من المراحل على شو بتعتمد وشو احسن شيء تستثمر بكل مرحلة. هلا اكيد من البديهي انه اكثر عدد مضاعفات رح تعملها انك لو استثمرت بالمنطقة الاولى او بالمرحلة الاولى اللي هي لحظة الوصول لقاع البير ماركت. طبعا ما ها يعني اذا نحكي على البول ماركت الماضية فكنت بالبيتكوين عملت 20x، بالإثيريوم 29x، بالبي ام بي 140x، بالسولانا 60x، بالكاردانو 82x، باللينك 212 ضعف، بالماتك 172 ضعف. تمام، هاي اذا كنت انت مشتري بالقاع وما بالقاع تبع العملة، بالقاع اللي وصل له البيتكوين. هفرجيكم على الشات. قاع البير ماركت الماضي يعني السايكل الماضية كان بفعليا 15 ديسمبر 2018، هذا كان أوطى قاع. تمام، بعدين عملنا قاع ثاني هو يعتبر قاع الكوفيد، كان ب 14 مارس 2020. تمام، إذا نحكي على هذا القاع اللي إذا استثمرت أنت بهذا الوقت فكنت شو عملت هاي المضاعفات اللي حكينا عنها بهدول العملات واللي هن العملات الكبيرة المعروفة جدا. طيب كيف ممكن تعرف وين القاع وايمتى تدخل بالقاع؟ لانه هاي السنة هاي السايكل عملنا القاع تماما ب 9 نوفمبر 2022. هلا اصعب شيء في الدنيا انك تعرف تماما وين بيصير القاع، لذلك شيء لازم كنت تعمله انك تتابع اشخاص انت بتوثق فيهم بتحليله، لانه هذا اقرب شيء ممكن يوصلك تقديريا لوين ممكن يكون القاع. الغلط الكبير اللي الكل بيرتكبه انه بيكون موجود بوقت البول ماركت وبيترك السوق وبيترك الاخبار والمتابعه بوقت البير ماركت، هذا اكبر غلط في الدنيا، لانه هذا الوقت اللي واحد يعمل فيه بحث توقيت ليدخل وشو يشتري وايمتى يشتري ويشتري. مثال على هذا الشيء هو هذا الفيديو اللي أنا نزلته من سنة وأكثر، فعلياً قبل تشكل قاع البير ماركت بست شهور. تمام؟ كان بعنوان موعد نهاية البير ماركت وبداية البول ماركت لسوق الكريبتو، لسوق البيتكوين والكريبتو. تمام؟ أي شخص حضر هذا الفيديو إذا أخذ أكشن يعني اشترى بوقت اللي حكيت عنه هون يعني بنسبة 90% هو صاب القاع بدرجة كتير كبيرة. هلا رح شغلكم مقطع على السريع بس تعرفوا هون كيف نوعية هذا التوقع، وهون توقعت زمنيا وتوقعت سعريا. زمنيا فرقت أسبوع تمام عن القاع تماما، سعريا جابوا بالميلي بس وقعت سعرين، السعر الأخير جابه بالميل. رح سمعكم هلا هذا المقطع على السريع من قبل بعدها. إذا حياخد تقريبا نفس الوقت يعني 75 أسبوع مثلا، فنحن عنا إذا كان بجانيوري، إذا نحن أوطى قاع رح نوصل له بالبيتكوين رح يكون بشهر 8. تمام، شهر 8 هي السنة. تمام، بأوغست هذا أوطى قاع رح نوصل له زمنيا. هلا بعدين حنحكي سعريا، بس لازم تعرف انت تقديريا انه نحن كزمن حنعمل القاع تبع البير ماركت بشهر اوغست
الى الى يعني ممكن يكون بين شهر اغسطس لانه احتمال مثل ما هنيك بين لانه هون كان توقع مبني على توقيت الهالفينج، فتوقع شهر اغسطس كان مبني اذا كان الهالفينج بجانيوري. هو الهالفينج ما راح يصير بجانيوري، الهالفينج هلا راح يصير بعد 20 يوم 25 يوم بابريل، تمام؟ فاذا بعدين هون لما حكيت الى جانيوري لماي فممكن يكون بماي وبالتالي بيكون بنهايه اكتوبر، نهايه اكتوبر، تمام؟ اذا توقع زمنيا كان بنبني على وقت الهالفينج، تمام؟ كل ما قربنا ببين معنا توقيت الهالفينج اكثر. ف كان التوقع هون انه بين شهر 8 وشهر 10 هو انتهى البير ماركت، عمل او تقع باول اسبوع من شهر 11، تمام؟ يعني فرقت اسبوع عن توقع. هو فعليا اسا بعد، هو هون انا قلت مين كان قصدي مارش، انا قلت شهر 3 بس الفكره كانت هو بابريل، فهو تاجل اسا الهالفينج، وبالتالي كان اللي طبق المعادله صح بيطلع معه تماما القاع. اذا هي مبدئيا زمنيا ايمت كان توقيت قاع البير ماركت، يعني اللي اتبع هذه النصيحه كان ممكن انه يقدر يشتري بالقيعان. طيب سعريا شو كان التوقع؟ طيب اذا هيك كان الوضع فالسي لوين ممكن توصل؟ السي بالعاده بتوصل، هيدا كان اول توقع سعري، بالعاده بتوصل اما لنفس طول الاي، يعني واحد نفس طول الاي واللي هو بيحطنا بسعر 24000، تمام؟ او ممكن تمتد كأقصى شيء لل 1.618 كامتداد فيبوناتشي، اللي هي وبالتالي بتحطنا وين؟ بتحطنا عند ال 15000. 15000 بس نحن شفنا انه هذا الكيرف، اذا توقعت سعرين لقاع البير ماركت 24000 و 15000، بيتكون نزل على 15000 كان اقصى لو، وحكيته بالفيديو انه اقصى سعر رح ينزل له البيتكوين 15000، تمام؟ اذا سعريا اللي كمان اشترى لما وصل البيتكوين 15000 كان كمان لقط القاع، تمام؟ اذا ما تنسوا بالبير ماركت لما تجي ما تغيبوا عن اليوتيوب، خلوكم عم تحضروا، خلوكم مفعلين الجرس، اشتركوا بالقناه، ما تضيعوا هذه الفرصه، لانه بوقتها رح تشوفوا هلا المضاعفات اللي فيكم كنتوا تحققوها لو كنتوا متابعين وسمعتوا هاي النصيحه. هلا رح تلاحظوا هون انه اكيد القاعده الاولى عندنا هون مضاعفات بير ماركت من قاع البير ماركت، ولما اقول هون قاع عم احكي لما البيتكوين وصل للقاع، تمام؟ ممكن ألس نزلت أكثر وأخذت وقت أكثر لو وصلت لقاع لإلى كل ألس مختلفة، بس هذا من قاع البيتكوين، تمام؟ إذا الألس غالبا عاملة أكثر بس هي بشكل تقريبي، فهذه من قاع البير ماركت، هذه القائمة من قاع الكوفيد اللي هو القاع الثاني هو أعلى منه، فينا نعتبره كأنه اللي اشترى من رينج البير ماركت رح يحقق هاي النتائج، وهي من لحظة اختراق البيتكوين للأول تايم هاي السابق، تمام؟ هاي نتائج طبعا هاي نحكي للبول ماركت السابق الماضية. رح نلاحظوا انه البيتكوين كان 3200 بالقاع، تمام؟ قاع الكورونا 4000 وصل، وقاع لحظة اختراق الأول تايم هاي 19300 وصل كحد أقصى 64846، فهو فعليا عمل 20 ضعف من قاع البير ماركت، عمل 16 ضعف من قاع الكورونا، وعمل 3.4 أضعاف فقط من لحظة اختراقه للأول تايم هاي السابقة، تمام؟ شايفين الفرق؟ فرق هائل، بس ما يعني ما عمل، عمل بس فرق هائل. لو تحسبوا حساب كل بول ماركت بتكون المضاعفات اقل، تمام، من القمه للقمه، وبالتالي هيدي البول ماركت ممكن نتوقع انه يعمل مثلا ضعفين، بس ضعفين
وبالتالي إذا عمل ضعفين بيوصل ل 120 130 140 ألف. تمام، منطقي الرقم بالنسبة للـ ETF وإلى آخره. فنحن رح نقيس على هالأساس. إذا كل شيء هون رح تشوفه كتوقعات وكأسعار وكخدمات وكل شيء مبني على فكرة إنه هيدي البول ماركت البيتكوين حيعمل من لحظة اختراقه الأول تايم هاي أقل شيء ضعفين. تمام، الإثيريوم عمل 29 ضعف من القاع الأول، 26 نعتبره من رينج البير ماركت، وأربع أضعاف فاصلة ثلاثة من بعد اختراق البيتكوين القمة. باينانس بي ام بي عملت 140 ضعف من قاع البير ماركت، و 91 ضعف من قاع الكوفيد أو من رينج البير ماركت، و 21 ضعف من بعد اختراق الأول تايم هاي. تمام، سولانا نفس الشيء عملت 59. سولانا ما كانت نازلة، كانت جديدة، تعتبر عملة جديدة لأنه ما نزلت بقاع البير ماركت 2018 15 12 ما كانت موجودة، هي تعتبر من العملات الجديدة. تمام، وكانت متوسطة، وبالتالي سولانا عملت من نعتبر من القاع الثاني اللي هو نعتبره رينج البير ماركت 60 ضعف، ومن بعد اختراق البيتكوين اول تايم هاي 27 ضعف. كاردانو عملت 82 ضعف ب 12 من بعد الاختراق. خلاص، في عملات مثلا مثل اللينك. اللينك من القاع الاول عامله 212 ضعف، من القاع الثاني 28 ضعف، ومن بعد الاختراق بس 4.5، طبعا لانه اوريدي كانت طلعت كثير. الماتك بوقتها كانت تعتبر جديده. تمام، فعملت، لاحظوا انتبهوا كيف الفكرة، الماتيك كانت لحظة تشكل القاع الثاني، يعني اعتبروا بير رينج البير ماركت، كانت 52 مليون دولار ماركت كاب تبع. لحظة لو وصل البيتكوين للأول تايم هاي السابق، يعني لحظة اختراقه، تمام، كانت وصلت ل 90 مليون دولار. فهي فعليا عملت من أوطى قاع 172 ضعف، من ثاني 73، من لحظة الاختراق عملت 34 ضعف لأنه عملة جديدة. تمام، كان في الفرق. انتهت البول ماركت كانت الماركت كاب تبع 20 مليار. إذا هي كانت تعتبر مثال على العملات المتوسطة جديدة. انتبهتوا إنه بتعمل مضاعفات من بعد الاختراق أكثر من القديمين. عندنا مثلا الفانتوم كانت كتير صغيرة، كانت أول من نزلتها. تمام، عند القاع الثاني قاع الكورونا كانت بس 5 مليون، 5 مليون كانت، تخيلوا. عند لحظة الاختراق بول ماركت السابق كانت 53 مليون، وانتهت البول ماركت كانت 1.1 مليار. ففعليا عملت من القاع الأول 472 ضعف، وعملت 55 ضعف من بعد ما اخترق البيتكوين أول تايم هاي السابق. تمام، شايفين، هاي تعتبر من العملات الصغيرة، المايكرو كاب كانت. شايفين قديش بتعمل مضاعفات إذا مايكرو كاب وجديدة، رقم هائل. ثيتا مثلا، ثيتا كانت 86 مليون برينج البير ماركت، وصلت ل 800 مليون لحظة اختراق البيتكوين، نهت البول ماركت ب 12 مليار. طبعا هاي الأرقام هاي ما نهاية قمتها العملة، هاي نهاية القمة تاعت البيتكوين. العملات طلعت أكثر من هيك، يعني كل شيء شايفينه هون مضاعفات شباب للعملات، عملوا أكثر منهم إسا 50% زيادة، لأنه هي العملات استمرت وطلعت عملت قمم أعلى بعد ما البيتكوين انتهى. تمام، بس أنا عم بحط لكم هون اللي هو أنا متوقع ما حدا أكيد رح يبيع بالقمة بالقمة. فهي إذا هون ما كنت بايع بالقمة بالقمة، بايع قبل القمة. تمام، فلاحظوا إنه الثيتا لما كانت من مستواها 86 مليون عملت رقم ممتاز، عملت 379 ضعف.
بس من لحظة اختراق الألتام هاي كانت 800 مليون، كان حجمها يعتبر نوعا ما كبير، تمام؟ فعملت بس 20 ضعف. اوكي حلوين 20 ضعف، بس ما مثل مثلا ال FTM عملت 55. هون بقى بيلعب دور حجم العملات. ملاحظ الميكر، الميكر كانت 470 مليون برينج البير ماركت، 540 مليون لحظة الاختراق، نهاية البول ماركت 2.6 مليار، فعليا عملت 17x من الرينج و6x من بعد الاختراق، تمام؟ ليش؟ لأنه كبيرة، مضمونة هي وكويسة وممتازة، بس ما عملت مضاعفات كتير. الرون لحظة بالرينج البير ماركت كان بس 14 مليون، تمام؟ بس 14 مليون، تعتبر مايكرو، تعتبر مايكرو كاب. لحظة الاختراق كانت 162 مليون، نهت البول ماركت 3.6 مليار، عملت 416x من رينج البير ماركت و20x من بعد الاختراق. ار ويف ما كانت موجودة بوقت وقت القاع البير ماركت، كانت موجودة لحظة الاختراق، تمام؟ فكانت فعليا 77 مليون الماركت كاب تبعها، عملت ايه، فهي نزلت، لا نازله عندها 0.6، كان 0.6 موجوده برينج البير ماركت، برينج البير ماركت، وكانت 2.2 دولار لحظه الاختراق، فعملت 57 ضعف من الرينج و15 ضعف لحظه الاختراق. جالا عملت الالعاب ما كانت موجوده برينج البير ماركت، كانت موجوده لحظه الاختراق، وكانت بس 2 مليون دولار، 2 مليون دولار، تمام؟ عملت 126x، هي طلعت بعدها أكثر بكثير، يعني عاملة فوق ال 200x، بس للحظة البيتكوين وصل للقمة كانت عاملة 126 127x، تمام؟ نهت البول ماركت كلها ب ماركت كاب 177 مليون. نجي على الأكسي إنفينيتي، اللعبة اللي كانت الأشهر بالبول ماركت الماضية، كان إلها سعر، كان إلها سعر، بس هي نزلت بنهايتها، بس لحظة الاختراق كانت 34 مليون، نهت البول ماركت 347 مليون، عملت 80 ضعف من وقت اللي نزلت و12 ضعف من بعد الاختراق. الدوج، أنا نرجع الدوج، تمام؟ الدوج عملت ميمز قديمة كتير، أوكي؟ الدوج برينج البير ماركت بقاع الكوفيد كانت 273 مليون دولار، تمام؟ لحظة الاختراق 412 مليون، نهت البول ماركت ب 97 مليار دولار. هذه رح نجي على النقطة المهمة، قوة الميمز واللي هي عم تترسخ بهيدي البول ماركت بشكل هائل. رح نحكي هلا على الميمز كمان بشكل كتير مهم. فعليا عملت 93x من قاع الكوفيد و 46x من بعد اختراق البيتكوين اول تايم هاي. بس الفرق اللي عملت الميمز اللي نزلت بالبول ماركت، يعني فعليا نزلت بعد ما اخترق البيتكوين الاول تايم هاي، كانت اللي هي الشيبا، كانت 0.8 صفار 168، نهت لما البيتكوين وصل الاول تايم هاي كانت الماركت كاب تبعها 43 مليار، يعني فعليا عملت 952 ضعف. عشان 952 ضعف، يعني بتحط 1000 دولار تطلع معك مليون، بتحط 100 دولار فيها تطلع معك 100000 دولار. متخيلين؟ متخيلين يعني قوة الميمز؟ ما تستخفوا ابدا بقوة الميمز، خاصة اذا واحد لقط شيء مهم نزل بهيدي البول ماركت، ما تستخفوا ابدا بقدرته على عمل مضاعفات. هدول العملات اللي هم كمان عم فرجيكم انه هدول العملات فعليا كل واحدة منهم لها درس، يعني كل واحدة منهم بتعلمنا درس بالبول ماركت، تمام؟ هن مشكلين، في عملات ما معروفين ابدا، ما سمعانين فيهم،
حتى انا ما سمعان فيهم بس حطيتهم لانه بدي اشوف شو اللي ما سمعان فيهم شو عملوا. تمام، فبلاحظ انه العملات مثلا مثل هي اس تي بي ما عملت شيء لانه كانت ضعيفه، يعني كمشروع ما انه مشروع معنا كان صغير 13 مليون بس كمشروع ما كان مهم، وبالتالي ما عمل شيء، عمل 9 اضعاف 7 اضعاف من بعد الاختراق. اوكي، هلا هو ممتازين، بعضهم كان يشوفوا رقم ممتاز 9 اضعاف 7 اضعاف، بس مقارنه مع العملات اللي قبل يعتبر كثير قليل لعمله صغيره. تمام، 13 مليون. فاذا هون بيجي يعطينا كمان اهميه دراسه المشروع، ما انه اي عمله بس نزتها وخلص. اذا ما مشروع منيح ومدروس بشكل صح من كل الجوانب ما حيعمل هاي المضاعفات اللي تتوقع. هلا اللي ما عنده القدره او ما مهتم انه ياخذ الايميل بورتفوليو، فنصيحتي هي انك تتابع الفيديوهات اللي عملتها من تقريبا من شهر كلها حكيت عنها على، يعني اذا بتروحون على اللايف، تمام، على قسم اللايف رح تلاقي هدول الفيديوهات الاخيره. لازم تحضر فيديو الطبقه الثانيه كثير مهم، شوف شو العملات اللي حكيت فيه عنه، الالت سيزن، عملات الذكاء الاصطناعي، مشكلة، تمام، أزمة تاعت الديبن، عملات الديبن بهذا الفيديو، تمام، انفيديا والديبن هذا كمان تحديث عليه. فإذا هدول كلهم فيهم عملات ممتازة من الحجم كبير ومتوسط، فهدول فيك منهم تشكل بورتفوليو رائع. تمام، مجرد ما حضر الفيديوهات افهم وخذ العملات من هناك. العملات الصغيرة الصراحة صعب المشاركة لأنه هي خطرة، فهي مسؤولية كتير كبيرة. بس لحد لكم وين ممكن تلاقوهم، بدكم تقعدوا تدرسوهم بشكل كتير ممتاز، كنت تدرسوا المشروع، كنت تدرسوا الفريق، كنت تدرسوا التوكنومكس تاعيتهم، تمام، تخذوا قرار إذا بدكم تستثمروا فيهم أو لا. ومثل ما قلنا ما بدكم تكتروا رأس المال بين 10-20% ماكسيمو. تمام، ونفس الشيء العملات الميز كمان فيني فرجيكم وين موجودين. فأنت مجرد ما رحت على كوين ماركت كاب بلكم على الصفحة الأولى، الصفحة الأولى والثانية هن العملات الكبيرة. تمام، الصفحة الأولى والثانية العملات الكبيرة، الصفحة الثالثة والرابعة والخامسة عملات متوسطة، العملات الصغيرة بلش من الصفحة السادسة السابعة الثامنة. هيدون الصفحات اللي بدك تشتغل فيهم. فهون بدك تفتح كل مشروع وتشوف شو وضعه، قديش الماركت كاب لإله، تروح على الويب سايت لإله من هون، تشوف تويتر قديش عدد المتابعين، تفاعل، دراسة مشروع، بعدين من الماركتس تشوف وين فيك تشتري هذا المشروع وتشتري. اوكي، هي اللي بده يبذل جهد. عملات الميمز واللي هي الأصعب صراحة، بس كون الواحد بيحط بس 1% من رأس المال فينك تنوع منه، تمام، وتقسم هالواحد بالمية على 20 وحدة 30 وحدة، تمام، وتكب كل وحدة مبلغ كتير صغير، واللي تضرب تضرب بيكون تمام. فده تروح على الديكس سكرينر، تمام، وهون بتروح على كل شبكة، من هون عندك الشبكات كلهم، سولانا، الإثيريوم، البايننس، البيز إلى آخره. مجرد ما تضغط على الشبكة مثلا سولانا راح يطلع لك هون الأزواج الموجودين عليها، راح تلاحظ إنه فورم مبين عندك مثلا هاي بيبي، هاي جديدة على السولانا، تمام، تطلع بتشوف قديش فوليوم تداول 6 مليون، ممتاز 6 مليون. قديش الـ FDV اللي هي هاي، تمام، اللي هي Fully Diluted Value اللي هي يعني قيمة السوقية القصوى تاعيتها، تمام، 4 مليون دولار، جيدة. فهي مثلا عملة بدك تفتحها تشوف الوضع تبعها، تشارت تبعها شوي، تمام، وتشوف بدك تشتري فيه ولا لا. بس هدول كلهم بدهم ينشروا على شو؟ على الدكسز، على Decentralized Exchange، تمام، منصات تداول مركزية. بدكم تعرف تشتغل على الراديوم، على السولانا، بدكم تعرف تشتغل على اليوني سواب، على الإثيريوم، تعرف تشتغل على البانكيك سواب، على الباينانس تشين. هلا الميزة بالإيميل، أي شخص رح ياخذ البورتفوليو الصغيرة 30x والميمز رح يوصلوا إيميل بتعليمي شرح بالتفصيل. لا بتوقع هي رح تنزل حتى على الويب، على بيتكم بالمقالات، على الموقع اللي بيتكم بالعربي بالمدونه
رح تنزل مجرد ما خلصت، الكل فينه يتعلمها بشكل مجاني. كيف تفتح محفظة، تمام، تراست والت، ميتا ماسك، فانتوم إلى آخره، كيف تبعت عملاتك من سنترالايز اكسشينج للمحفظة، كيف تشتري على ديكسس، كيف تضيف شبكات جديدة، كيف تبيع إلى آخره. مجرد ما تعلمتوا هيدون فيكم تصيروا تشتغلوا بأمان. بدكم تنتبهوا طبعا كتير من الأخطاء، مكتوب رح يكون مكتوب ضمن الإيميل كل الأخطاء اللي ممكن ترتكبوها ومشان تتفادوها وما توقعوا فيها، تمام. ليش هذا الشيء؟ لأنه معظم العملات الصغيرة وخاصة الميمز هي ما موجودة على اكسشينجات، لهيك هي فرصة كتير كبيرة، لأنه إسا ما نزلت ولا على اكسشينج، وبالتالي مع مضاعفات هائلة قبل ما تنزل، تمام. فلما بنقدر نلقطها ونشتريها على منصة لا مركزية بتكون فرصتنا أكبر بكتير نعمل مضاعفات بهي العملة من لما تنزل على اكسشينج، خاصة لما تنزل على اكسشينجات كبيرة، تمام. ختاما أتمنى تكونوا استفدتوا من هاي المعلومات اللي حكيناها هون، أتمنى تكونوا جاهزين لهيدي البول ماركت، لأنه أقل توقع إذا بس مشينا مع هذا القوس اللي هو بيوصل القمم بتكون كلها على اللوغاريتميك، فوصلنا لنهاية البول ماركت بنهاية 2024، فنحن عم نحكي عن البيتكوين بال 130-140 ألف. إذا البيتكوين وصل لهنيك أكيد الألس هتعمل مضاعفات اللي نحن بدنا إياها. ضروري جدا أنكم تشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس، لأنه هنزل بالأسابيع الجاية كلها فيديوهات عن مشاريع جديدة، عن فئات جدا مهمة بالسوق هتكون جدا مفيدة لكم بمشاريع بالتحديد، ونحكي عن هذه المشاريع وأهميتها وكل الفرص الاستثمارية اللي ممكن تكون موجودة فيها، تمام؟ شكرا لوجودكم، شكرا لاستماعكم، وصلكم للأخير، فيديو طويل، أتمنى لكم كل التوفيق، سلام.